ممكن يعني يصير يسوي حل، لان تعرف راح يختصر هواي مواضيع، وممكن يعني هاي التقاطعات اللي بين الدوائر الدوليه بين المركزيه والحكومه المحليه راح يختصر هواي مواضيع. وهو اعرف بمناطق البصره بالبنيه التحتيه مالتها، بالناس، عدد سكاني مو صحيح، الحكومه المركزيه حاسبه غير عدد سكاني، يعني مشاكل البصره كلها هو يعني اعرف بها من غير. لا يكون حال البصره افضل، لانه يعرف معاناه البصره. يعني ويد عامله ماكو، شباب بلا تعيين، واذا كان رئيس الوزراء من اهل البصره فيكون حال البصره الى افضل. اي نعم. لماذا؟ لان اكو ضغوطات عليه، والفلوس والواردات جاي تتوزع بيناتهم، فما يصل كان من البصره او من غير بصره. لو كان من البصره لنظر الحال الشعب، يعرف الناس، يعرف معاناه الناس. اتمنى يعني يعترفون كلهم سنه وشيعه، بس ما اعتقد يعني اكو بين ساورون ودوله القانون هي هاي المعضله شوي، فما اعتقد يعني راح يعني اذا تطلع دوله القانون. اتمنى بس ما اتصور يعني جوز يطلعون دوله القانون، يلا يعترفون ساورون ويا الفتح. ودنا كل الكتل الكبيره تشكل الحكومه بشكل رئاسه وزراء افضل لهذا الشعب، لانه هذا الشعب مر بمحنات كلش مو زينه. ودنا هاي الكتل الكبيره تكون حريصه على هذا الشعب. والله يتشكل من اي مكان، المهم يخدم العراق، يخدم عراق كامل، ما ينحاز الجماعته. قسموا المواطنين الى درجات، الجنسيه صارت درجات، عندك شهيد انت غير شكل، ما عندك شهيد انت ما محسوب على العراق. نتمنى ذلك، نتمنى سائرون والفتح. ليش؟ لان بغير سائرون والفتح لا تكون حكومه.